مساء الخير بتوقيت الأمريكي، أهلا بكم مشاهدينا في ساعتنا الإخبارية أمريكا هذا المساء، حيث نرصد أهم الأحداث في أمريكا هذا اليوم، إضافة إلى مواضيع متنوعة يتابعها الأمريكيون والعالم بمختلف الفئات والتخصصات، ومنها مع استمرار التصعيد في المنطقة، الولايات المتحدة تقول إنها تريد أن تقلل إسرائيل ضرباتها في بيروت ومحيطها، وتشير مجددا إلى أن مقتل السنوار يمثل فرصة لوقف إطلاق النار. أوستن يقول إنه غير متأكد من صدقية تقارير التي تحدثت عن مشاركة جنود من كوريا الشمالية في القتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا. مع تصاعد حدة الحملات الانتخابية في السباق نحو البيت الأبيض، هاريس وترامب يحاولان كسب أصوات العرب في ولايات متأرجحة. الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين شركة بوينغ الأمريكية العملاقة للطيران وعمالها لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر. قبل أن نستعرض مواضيعنا ننتقل الآن إلى جول لنتصفح معه أبرز ما عنوانته الصحف الأمريكية اليوم. مساء الخير جو، إليك. مساء الخير لك سهام ولكل من يتابعنا عبر شاشة الحرة. نبدأ هذه الجولة على الصحافة لهذا المساء مع صحيفة دي نيويورك تايمز التي أفادت ببيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي ب 11 مليار مليون دولار في مزاد بولاية نورث كارولينا، وأضافت أن مدة المزايدات لم تتجاوز 7 دقائق قبل أن يعلن عن رسو هذا البيع على زبون طبعا لم تكشف هويته. نبقى مع دي نيويورك تايمز التي تطرقت لما سمته بالجدل المرير في ولاية ويسكونسن الأمريكية بسبب صناديق التصويت التي يستخدمها الناخبون للإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات. وأوضحت الصحيفة أن هذه الصناديق استعملت لسنوات قبل أن يمنع استخدامها بسبب دعاوى فساد، وعادت الآن مرة أخرى. الآن ننتقل إلى صحيفة دي وول ستريت جورنال التي من جهتها أشارت إلى مساعي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لكسب أصوات الناخبين السود، بينما يحاول خصمها الجمهوري دونالد ترامب التقرب من ذوي الأصول اللاتينية. وأضافت أن التغييرات الديمقراطية في الولايات المتحدة تسير بسرعة يصعب معها على الباحثين والسياسيين مجاراتها. الختام مع هذه الجولة مع صحيفة دي واشنطن بوست التي نقلت عن الرئيس الإسرائيلي يسحاق هيرتزوغ قوله إن مقتل السنوار يمثل الآن فرصة كبيرة للسعي لإعادة الرهائن ومحو حماس كما قال. وأضافت الصحيفة أو الذين كتبوا هذا المقال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعا طارئا مع مسؤولين أمنيين وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. قالت إن الاجتماع ركز على منع حماس من إيذاء الرهائن انتقاما للسنوار. إذن مشاهدينا وصلنا إلى هذه الجولة ونهايتها، كانت هذه أبرز العناوين والمقالات للصحف الأمريكية لهذا المساء. بالتأكيد سنتابع الآن المزيد من الأخبار مع سهام ضمن أمريكا هذا المساء، إليك. بتأكيد جو، شكرا جزيلا لك. إذن ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما سماهم حلفاء إيران الذين حاولوا اغتياله مع زوجته بطائرة مسيرة. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قال إن طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منزل نتنياهو في بلدة قيسارية بشمال إسرائيل السبت، مضيفا بأن رئيس الوزراء لم يكن في المنطقة المجاورة ولم تقع إصابات. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي كبير بأن إيران تقف وراء ما سماها محاولة اغتيال نتنياهو صباح السبت، في حين نقل مراسل الحرة عن مصدر إسرائيلي بأن تحقيقا يجري في الحادثة برئاسة قائد سلاح الجو.
أصيب 9 إسرائيليين جراء صواريخ أطلقت من لبنان على حيفا والجليل الغربي بشمال إسرائيل. وقالت نجمة داود الحمراء وفق ما نشرته القناة 13 الإسرائيلية، قالت إن الإصابات متوسطة. وكان موقع والا للإخبارية الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق بأنه وفي عقب إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والكريوت تم الكشف عن سقوط صاروخ في كريات آتا أدى إلى إلحاق أضرار بممتلكات ومركبة قرب مبنى سكني. وقد تبنى حزب الله قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 98 وصلت إلى أعمق نقطة في لبنان عملت فيها القوات البرية منذ اندلاع الحرب. وذكر بيان للجيش في وقت سابق بأن قوات من الجيش تواصل عملياتها في جنوب لبنان، حيث عثرت على العديد من الوسائل القتالية لحزب الله ودمرتها. اليوم طالب الجيش الإسرائيلي سكان مباني في حي برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، طالب بإخلائها كونها تتبع لحزب الله بحسب ما نشر متحدث باسم الجيش. في غضون ذلك أعلن مصدر أمني لبناني بأن القوات الإسرائيلية شنت غارتين على بلدتي كفر رمان والنبطية الفوقة جنوبي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على زفتة في جنوب لبنان، وإن شخصين قتلا في غارة إسرائيلية على سيارة في جونيا. من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا رودين أبي خليل. رودين، ما الذي يجري تحديدا؟ هل وجهت إسرائيل ربما أي قصف أو أي مدافع قصف لهذه المناطق التي طلبت بإخلائها في الضفة؟ وما الجديد في سياق ردود الأفعال؟ وكذلك ما الحصيلة الأخيرة لأعداد الجرحى والقتلى؟ سهام، يعني أبدأ من النقطة الأخيرة وهي الحصيلة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية بشأن عدد القتلى والجرحى جراء الأعمال العسكرية المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. ارتفع عدد القتلى إلى 2448 شخصا منذ بدء هذه الأعمال العسكرية، بالإضافة إلى إحصاء جديد لليومين الماضيين، وارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 36 شخصا ضمن كل الأراضي اللبنانية. مع العلم أيضا أن عدد الجرحى بالإجمال منذ أكتوبر الماضي ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 11,000 شخص مصاب بجروح، بعضهم إصاباته طفيفة والبعض الآخر هناك إصابات متوسطة وأيضا إصابات بالغة. هذا بالنسبة إلى آخر الإحصاءات. أما بالنسبة إلى الأوضاع الميدانية الحالية فهي لا تزال متوترة على الحدود. قبل نحو ساعة من الآن كان هناك رشقات صاروخية عدة أطلقت من جنوب لبنان، وتبنها حزب الله في سلسلة من البيانات التي يعني أطلقها، وقال في هذه البيانات إن عناصره قد استهدفوا أكثر من تجمع لجنود إسرائيليين، كالتجمع الذي كان في منطقة المنارة عند الحدود، أيضا بالقرب من بوابة منطقة شبعة في القطاع الشرقي للحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكذلك كان هناك استهدافات لكريات آتا التي هي في شرق مدينة حيفا. وقد يعني أدرجت هذه العملية ضمن سلسلة العمليات المتطورة التي يقوم بها حزب الله حسب بياناته. وأيضا تحليق مستمر كان للطيران الحرب الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت بعد الغارات الجوية التي طالت حارة تحريك وبرج البراجنة. في موعدنا الإخبارية اللاحقة سنرصد المزيد بالتأكيد مع رودين أبي خليل من بيروت. شكرا جزيلا لك رودين. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن أفضل طريقة لعودة المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين إلى ديارهم هي من خلال عملية تفاوضية. وفي تصريحات له من إيطاليا
أكد أوستن بأن العملية التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان حاليا تهدف إلى إزالة التهديد الذي يعيق عودة الناس إلى ديارهم. أعتقد أنك أصبت الهدف هنا، أعني أن هدفهم المعلن هو إعادة المدنيين إلى ديارهم في شمال إسرائيل، ونود أيضا أن نرى المدنيين والنساء في لبنان يعودون إلى ديارهم، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال تسوية تفاوضية. إن العمليات التي يقومون بها الآن مصممة لتدمير البنية الأساسية على طول الحدود التي تهدد عودة الناس إلى ديارهم. من جانب آخر، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بحث التطورات الأمنية والإقليمية. كما استعرض أوستن وفق بيان للبنتاغون استعرض التعديلات الأخيرة لتموضع وإعادة انتشار القوات الأمريكية بما في ذلك نشر نظام الدفاع الجوي ثاد في إسرائيل لتعزيز دفاعاتها في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها. كما أعرب أوستن عن ارتياحه لسلامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الذي استهدف منزله في قيسارية صباح السبت. قالت نائبة الرئيس الأمريكي كيمالا هاريس، قالت إن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يمثل فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وأضافت هاريس في تصريحات لها السبت بولاية ميشيغان حيث تنشط تجمعات انتخابية هناك، أضافت بأن ذلك يتيح فرصة أعتقد بأن علينا استغلالها بالكامل لإنجاز هدف إنهاء هذه الحرب في غزة وإعادة الرهائن، كما قالت كيمالا هاريس. اليوم مع مقتل السنوار، هذا يخلق فرصة أعتقد أننا يجب أن نستغلها استغلالا كاملا لكي نكرس جهودنا من أجل إنهاء هذه الحرب وإعادة الرهائن إلى ديارهم. ولاستعراض المواقف الأمريكية ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الحرة في البيت الأبيض هشام بورار. هشام، أهلا مرحبا بك. إذن الإدارة الأمريكية لحد الآن تصر وتتحدث عن مسار المفاوضات، ما الجهود القائمة حتى الآن في هذا الإطار هشام؟ ونعم سهام، ما سمعنا من كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي واستمرار لهذا التذكير بأن هذه فرصة سانحة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا للتوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء هذا الصراع. لافت جدا أن كمالا هاريس تدلي بهذه التصريحات من ميشيغان، ميشيغان الولاية الحاسمة في هذه الانتخابات الرئاسية، حيث واجهت خلال جولتها هناك ليومين الكثير من المظاهرات من المتعاطفين المؤيدين لوقف إطلاق النار في غزة، وتدرك أن هذا الخطاب مهم لا سيما انخراط الولايات المتحدة مجددا بناء على هذه الفرصة من أجل دفع باتجاه فرص إنهاء الصراع في غزة، إنهاء الحرب في غزة، الإفراج عن الرهائن. لكن طبعا هذه رسائل توجه الولايات المتحدة بشكل مباشر لإسرائيل وأيضا عبر الحلفاء. اليوم أيضا بيان آخر لوزراء الدفاع لمجموعة السبع يبني على توصيات الاجتماع الرئيس الأمريكي مع المستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني، أنها كلها دعوات لاحتواء الأزمة في الشرق الأوسط بشكل عام، والنظر إلى مقتل السنوار على أنه نقطة تحول في هذا التصعيد في المنطقة، سواء فيما يتعلق بغزة أو الجبهة اللبنانية أو أيضا احتواء الرد المرتقب أو المحتمل من إسرائيل على إيران. الولايات المتحدة تريد حشد هذا التأييد الدولي ومنح هذه الضغوط غطاء دوليا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعامل مع هذه الفرصة من أجل إحياء المفاوضات المجمدة. نعم، شكرا، نكتفي بهذا القدر هشام. المزيد معك في سياق ساعتنا الإخبارية اللاحقة. كل الشكر هشام مرار مراسلنا من واشنطن. شكرا.
طلب وزراء الدفاع لدول مجموعة السبع في بيان مشترك إثر اجتماعهم في نابولي بإيطاليا، طالبوا إيران بالامتناع عن تقديم الدعم إلى حماس وإلى حزب الله وإلى الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة. وحثوا في البيان المشترك إثر اجتماعهم في نابولي، حثوا الحوثيين على التوقف عما وصفوه بإجراءاتهم التصعيدية والتي تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والإفراج الفوري عن السفينة جالاكسي ليدر وطاقمها، ودعوا إلى زيادة كبيرة ومستدامة للمساعدة الإنسانية في غزة. كما أبدى الوزراء القلق حيال التهديدات التي تستهدف قوات يونيفيل في لبنان، مؤكدين بأن حمايتهم مسؤولية يتحملها كل أطراف النزاع. من جانبه، شدد وزير الدفاع الأمريكي إثر الاجتماع على أن يحصل المدنيون في غزة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة، ويجب أن تصلهم المزيد منها. هذا وبحث وفد من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثوا الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وسبل تجنب توسع دائر للصراع أو دائرة الصراع وتحولها إلى حرب إقليمية. وأكد الوفد الأمريكي برئاسة رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي توم كولف دعم الولايات المتحدة للجهود المصرية بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. للنقاش وتحليل ينضم إلينا من واشنطن نورمال رول، مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية. سيد نورمال رول، أهلا مرحبا بك. بداية، كيف تفسر اليوم مقال نتنياهو إنها محاولة لاغتياله واستهداف مقر إقامته؟ هل يبدو لك هذا الاستهداف عملا إيرانيا خالصا كما قال نتنياهو، أم أنه فقط يمكن أن يوضع ضمن سلسلة التصعيد القائمة بين حزب الله وإسرائيل؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. الإسرائيليون قالوا بوضوح أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء الهجوم على مسكن نتنياهو. نعرف أن الحرس الثوري قدم مساعدات استهداف للحوثيين، وأنه أيضا حاول أن يسيطر أكثر على حزب الله، آخذين بعين الاعتبار أن قيادة حزب الله مشتتة. هناك أسباب تدعو للاعتقاد أن مزاعم نتنياهو ذات مصداقية. لسوء الحظ لن نعرف هذا إلا إذا كان لدينا استخبارات قوية، أو بطريقة ما قمنا بملاحقة ومتابعة المعلومات. بشكل عام، مسكن نتنياهو معروف، و بعض أعضاء حزب الله وحكومات أخرى، وأي شخص لديه فرصة الوصول إلى الصور التجارية يعرف ذلك. الهجوم لم يكن متطورا، وأيضا لم يكن هناك أي إشارة أن الاستخبارات كانت ضعيفة. ولكن في هذه النقطة بالذات، هل يمكن القول بأن الاستخبارات إن كانت الأمريكية أو الإسرائيلية فشلت وتعثرت مرة أخرى، ربما في صد هذا الهجوم الذي ينسب لحد الآن إلى إيران؟ الإسرائيليون برهنوا على قدرات استخباراتية كبيرة ضد حزب الله والإيرانيين، ولكن حقيقة أن هذا الهجوم حدث والمسيرة تم إطلاقها ولم تدمر على الأرض، هذا يشير إلى فجوة استخباراتية من جانب الإسرائيليين بصورة أساسية، وطبعا من جانب الولايات المتحدة ولاعبين آخرين في المنطقة. هناك أسباب تدعو للقول أن الإسرائيليين عليهم أن يقوموا بالمزيد لدراسة حزب الله والتأكد من عدم حدوث حادثة مشابهة. طيب، في هذه النقطة تحديدا الآن وبعد تصريح نتنياهو، في رأيك هل سيحجم ربما من الضربة الإيرانية التي يتم التحضير لها بالتنسيق مع الجانب الأمريكي كضرب ربما الصف الأول من قيادات إيران؟
هل تعتقد أن ذلك يمكن الإشارة إليه ضمن الاستعدادات القائمة؟ الإسرائيليون لديهم خيارات هجومية عديدة داخل إيران، ومحتمل أن هذا الهجوم لو قام به الإيرانيون فالخيارات هذه ستشمل نوع من الهجوم على القيادة الإيرانية. هذا لا يعني هجوم على المرشد الأعلى أو الرئيس الإيراني أو رئيس فيلق القدس، ولكن قريب منهم لإرسال تحذير أنهم إذا استمروا في هذه الأنشطة فإن إسرائيل قادرة على الرد. الولايات المتحدة بالطبع ستحث على تخفيف التصعيد، والإسرائيليون عليهم أن يفكروا في مضامين وتداعيات مثل هذه الضربة على إيران. مرة أخرى، إذا كانت الاستخبارات حقيقية وأمريكا ترى هذه المعلومات القادمة من إسرائيل، عندها فإسرائيل في ظل القانون الدولي لديها الحق في هجوم مساو لإيران، وبالتالي نحن في موقف حرج. لو نتحدث عن مسار المفاوضات من جانب آخر بعد مقتل السنوار والإدارة الأمريكية تلح على ذلك، برأيك هل الجهود الأمريكية في هذا الإطار ستنجح في العودة لمسار المفاوضات التي تصر عليها واشنطن كمرحلة تالية بعد مقتل السنوار؟ لا يوجد دليل على أن المفاوضات ستستأنف في المستقبل المنظور لسببين. أولاً، نحتاج إلى شخص في حماس مستعد للتفاوض حول هذا الموضوع. حتى الآن لا يوجد خليفة تم تعيينه محل السنوار، ومحتمل أن الجناح العسكري لحماس سيبقى تحت سيطرة متشددين غير مستعدين للإفراج عن الرهائن. أيضا داخل إسرائيل، الإسرائيليون عليهم أن يقرروا كيف يمكن أن يعلنوا الانتصار في غزة والدعوة إلى نهاية الأعمال العدائية. هذا يعتمد على من يأتي بدل السنوار في حماس، والإسرائيليون يمكن أن يقولوا هؤلاء لن يتوقفوا إلى أن يتم التخلص من الشخص الجديد. وأجوبتك سيد نورمان رولت يعني تقودنا إلى طرح أسئلة أعمق، ولكن للأسف انتهى وقت هذا الحوار. ربما سنلتقيك في مواعيد أخرى. كل الشكر نورمان رول، مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية، شكرا جزيلا على وقتك. ومتواصلون معكم في أمريكا هذا المساء. ماذا لدينا أيضا بعد الفاصل جو؟ تم ملفات كثيرة سنتابعها بعد الفاصل، ومنها أوستن يقول إنه غير متأكد من صدقية التقارير التي تحدثت عن مشاركة جنود من كوريا الشمالية في القتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا. نرحب بكم من جديد. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه غير متأكد من صدقية التقارير التي تحدثت عن مشاركة جنود من كوريا الشمالية في القتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا. وفي تصريحات له من إيطاليا بتزامن مع اجتماعات وزراء دفاع مجموعة السبع الكبرى، أوضح أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق بشأن هذه التقارير. رأيت هذه التقارير في وسائل الإعلام، لا أستطيع تأكيدها في هذه المرحلة، إنها مسألة سنواصل بالتأكيد التحقيق فيها، وإن كان هذا هو الوضع حقا فهي قضية خطيرة تشير إلى أن بوتين يواجه مشكلة. نحن نعلم أنه يواصل خسارة الكثير من الجنود، وقد سمعتموني أقول من قبل أنه خسر ما يقرب من 350 ألف شخص بين قتيل وجريح، ونحن نؤمن بأن هذا الرقم أكبر من ذلك بكثير. لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل محمود بالحيمر، الصحافي والمحرر في غرفة الأخبار. محمود، كيف تقيم الإدارة الأمريكية الأثر الاستراتيجي المحتمل
يعني هو محتمل ليس مؤكد، ولكن لمشاركة كوريا الشمالية إلى جانب روسيا في هذه الحرب في أوكرانيا. نعم، كما أشرت وكما ورد في التقرير لم يتم بعد التأكد من هذه المعلومات. فوزارة الدفاع لويد أوستن كان قد صرح، وأيضا الخارجية الأمريكية لا يزالون يتحققون من صحة هذه التقارير التي مصدرها كوريا الجنوبية. ولكن دعنا نعود قليلا إلى الوراء لنتحدث عن نقطة هامة، وهو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي تم في يونيو من هذا العام بين الرئيس بوتين وزعيم كوريا الشمالية، وفيه مادة أساسية تشبه المادة الخامسة من اتفاقية حلف الناتو، تقول أنه إذا تعرض طرف، إذا تعرضت دولة من الحلفاء لهجوم، فعلى الدولة الأخرى أن تقدم كل أشكال المساعدة بما في ذلك المساعدة العسكرية. إذا حصل بالفعل هذا يعني أن هناك طرف ثالث تدخل في الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا يعني يذهب عكس المجهود الغربي ومجهود حلف الناتو لإضعاف الموقف العسكري الروسي. إذن هناك يعتبر تطور خطير، وتطور يذهب عكس أوكرانيا التي قدم رئيسها قبل أسبوع ما يسمى بخطة النصر لإنهاء يعني الصراع بنصر لأوكرانيا. هل هناك من خطوات، أو ما هي هذه الخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في ضوء هذه التقارير، خصوصا بأنها تأتي من حليف يعني لدى الولايات المتحدة هي كوريا الجنوبية؟ نعم، هناك رسالة وجهها هذه الجمعة رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مارك تيرنر، ويتحدث فيها بالحرف الواحد، يقول أن ذلك خط أحمر، أي مشاركة كوريا الشمالية في المجهود الحربي الروسي على الأراضي الأوكرانية خط أحمر، وأيضا يجب على الولايات المتحدة أن تبين ذلك بوضوح، وعلى الناتو أن يوضح ذلك بوضوح. ما يمكن أن نتصوره بالنسبة للولايات المتحدة، أولا ممكن مزيد من الضغط على روسيا من خلال عقوبات إضافية، مزيد من الضغط على كوريا الشمالية من خلال شكل من أشكال يعني العقوبات. لكن عموما أعتقد أن هذه نقطة أساسية وسوف تتحرك فيها الولايات المتحدة. لا نفهم بعد، ليست لدينا معلومات عن شكل التحرك، ولكن أعتقد يعني لماذا؟ لأن الحرب في أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة والناتو والغرب عموما هي must win، يعني ضرورة أن يتم يعني النصر بالنسبة لأوكرانيا وهزيمة روسيا في هذه الحرب، وبالتالي نتوقع خطوات من جانب الولايات المتحدة ومن جانب حلف الناتو. شكرا محمود. العفو، شكرا. عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الكشف عن أشخاص أو كيانات أجنبية تنشط في التدخل بالانتخابات الأمريكية. وأشار إعلان صادر عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى منظمة إعلامية روسية تحمل اسم رايبار، ويقول الإعلان إن هذه المنظمة الروسية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الخلافات الحزبية والعرقية والتشجيع على الكراهية والعنف داخل الولايات المتحدة. وضمن أخبار الانتخابات الأمريكية والسباق نحو البيت الأبيض، يحاول المرشحان للرئاسة الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب كسب دعم الناخبين العرب الأمريكيين من خلال أنشطة في ولاية ميشيغان بالتحديد لتأمين الفوز في هذه الولاية المتأرجحة. وظهرت كامالا هاريس في حدث انتخابي مع المغنية ليزو المولودة في ديترويت، حيث أعلنت المرشحة الديمقراطية للرئاسة عن بدايات التصويت المبكر في المدينة، بينما زار ترامب مكتب حملته في بلدة هامتراك، وهي واحدة من المدن القليلة التي تتمتع بأغلبية مسلمة في البلاد. ورافقه هناك عمدة المدينة أمير غالب، وهو ديمقراطي، ولكنه أعلن أخيرا تأييده لترامب. من جهة أخرى دعم 3 من أعضاء مجلس المدينة المرشحة هاريس.
ذكر موقع أكسيوس أن المليارديرين الأمريكيين إيلون ماسك ومارك كيوبن عقدا أخيرا فعاليات لدعم مرشحيهما في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يتسم فيه هذا السباق بالتقارب الشديد بين المرشحين، ما يزيد من أهمية دعم الشخصيات البارزة. وأصبح ماسك أحد أبرز المتبرعين للجمهوريين، مظهرا دعمه العلني للرئيس السابق دونالد ترامب، بينما يقف كيوبن وهو رائد الأعمال الشهير ونجم برنامج شارك تانك على CNBC إلى جانب نائبة الرئيس المرشحة كامالا هاريس. للحديث عن هذا الموضوع وعن هذا السباق وماذا يعنيه في هذه الأسابيع الأخيرة، تنضم إلينا في الاستوديو الصحفية الزميلة فادية سليم المحررة في غرفة الأخبار. فادية، كيف يحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب هذه الأصوات، أصوات الأمريكيين العرب في تحديدا ولاية ميشيغان، هذه الولاية المهمة المتأرجحة؟ هل هناك أنشطة يعني يركزان عليها؟ طبعا المرشحان يحاولان الآن بشدة الذهاب إلى كل الولايات المتأرجحة، منها ولاية ميشيغان. الآن التركيز لدى هاريس. نحن نعرف أن الموجودين العرب والمسلمين الموجودين في ميشيغان فعليا هم نوعا ما ساخطين على طريقة إدارة الرئيس بايدن وكامالا هاريس للحرب في غزة، وبالتالي هناك نحو عبارة عن 13% من الناخبين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان في فبراير قرروا أن يصوتوا غير ملتزم، وهذه Exactly. وهذا خسارة كبيرة جدا لكامالا هاريس. بالتالي الآن هاريس تركز على شيء واحد، وهي أنها تحاول الضغط بشدة إدارة بايدن. هي تحاول التركيز أن إدارة بايدن حاولت الضغط بشدة لوقف الحرب في غزة، وأنها إن فازت ستقوم بمحاولات أكثر لكن شدة. هذه يعني هذه الاستراتيجية السياسية كانت لو نجحت عندما قررت هي الترشح للانتخابات، عندما حاولت ابتعاد عن، ولكن هذه الفترة الأخيرة عدنا إلى نفس النهج عند الأمريكيين العرب هناك، يرفضون هذا الموضوع، يرفضون موضوع أن تكون هاريس أن تقوم سياسة إدارة بايدن. صحيح. لكن الآن هناك مقتل سنوار. مقتل السنوار كان نقطة انطلاقة أخرى لهاريس. عندما ذهبت هاريس إلى ميشيغان قالت للناخبين العرب والمسلمين أن مقتل السنوار قد يشكل بداية لإنهاء الحرب في غزة. طبعا بالتالي هناك ترامب. ترامب يحاول الذهاب إلى ميشيغان لكنه يتحدث عن الاقتصاد. أولا كالعادة يهاجم ترامب سياسات هاريس وطريقة إدارة هاريس وطريقة إدارة بايدن للأمور بشكل عام. فهو قال لهم في آخر تجمع في ميشيغان في ديترويت، قال لهم إن هاريس لا تدري ماذا تفعل، لكنه عاد إلى عجلة الاقتصاد، وهي أيضا تهم الناخب الأمريكي بغض النظر إذا كان عربي أو أمريكي أو ماذا يكون. الاقتصاد هو يعني الشاغل الأهم بالنسبة للناخبين. يعني قبل أيام وأسابيع من الانتخابات معظم الأمريكيين قرروا إلى من سيصوتون، ولكن عندما نشاهد أشخاص لديهم ثقل وتأثير على الأمريكيين مثل الملياردير إيلون ماسك، أيضا الملياردير مارك كيوبن، كل منهما يفضل مرشح ويدعم مرشح، هذا التأثير وهذا الدعم من هذه الشخصيات كيف يؤثر على الناخبين اليوم أو لا يؤثر؟ هلا هو يؤثر بشكل كبير نوعا ما. هناك الكثير من الناخبين الذين ينظرون إلى رجال أعمال كأنهم قدوة في الاقتصاد على الأقل. عندما ترى شخص مثل إيلون ماسك لديه 200 مليون متابع، وأيضا هو مالك لمنصة إكس، عندما تراه يقول أن مثلا اقتصاد ترامب هو اقتصاد جيد جدا وأن سياسات ترامب ستنقذ أمريكا، بالتالي الكثير من الناس يعتقدون أن إيلون ماسك يتحدث بالحقيقة حتى ولو من دون تقديم أي دعم طبعا أو براهين.
طبعا لانه بالتالي هو رجل اعمال ناجح، هو رجل اعمال ناجح لانه يفهم في الاقتصاد، فعندما يقدم رؤيه اقتصاديه او يدعم رؤيتك الاقتصاديه ساعتقد انه يقول كلام صحيح. والموضوع شبيه بالنسبه لهاريس وبالنسبه لكل رجال الاعمال الذين ايضا سيدعمون هاريس. فبالطبع وايضا لديهم الكثير من المتابعين، هؤلاء رجال اعمال مشهورين ولديهم المال لدعم الحملات الانتخابيه. يعني ايام قليله تفصلنا عن قرار الامريكيين. شكرا فاديه. في أخبار الجامعات نتوقف اليوم عند جامعة ييل، وهي جامعة خاصة تقع في ولاية كونتيكت، تأسست عام 1701 وتعتبر هذه الجامعة ثالث أقدم معهد للتعليم العالي في الولايات المتحدة، وهي إحدى أعضاء رابطة اللبلاب اللي أعرق الجامعات الولايات المتحدة، ولها ثاني أكبر منحة مالية بقيمة 31 مليار و 200 مليون دولار بين الجامعات في العالم بعد هارفارد، ويتبرع فيها خريجوها ويعمل بها 65 حائزا على جائزة نوبل. استمرونا معكم ضمن أمريكا هذا المساء، وسنتحدث بعد الفاصل عن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين شركة بوينغ الأمريكية العملاقة للطيران وعمالها لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر. ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة أن عجز الميزانية سجل تريليونا و800 مليون دولار خلال عام 2024، في ارتفاع عن مستويات عام 2023 بسبب الإنفاق الكبير بما في ذلك الفوائد على الدين العام. وقالت وزارة الخزانة إن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للعام المالي، يمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020 وفق أرقام وزارة الخزانة. نكمل أمريكا هذا المساء مع الزميلة سهام وباقي الملفات. شكرا جزيلا لك جو، وسنلتقيك على رأس الساعة في نشرة الحصاد. في خبر آخر، توصلت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة للطيران وعمالها المضربون في منطقة سياتل بولاية واشنطن، توصلت إلى اتفاق مبدئي لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر وفق ما أعلن الاتحاد النقابي الذي يمثلهم. وقالت الشركة إن الاتفاق هذا الذي تم التوصل إليه يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى 4 سنوات، ومكافأة لمرة واحدة وقدرها 7000 دولار. وسيصوت أعضاء النقابة الأربعاء المقبل على مقترح لإنهاء هذا الإضراب.
معنا الآن من واشنطن بشمال غربية الولايات المتحدة مراسلنا علي جمال الدين. إذا ما شكل هذا الاتفاق المبدئي جمال الذي ربما عقدته شركة بوينغ مع عمالها؟ ما شكل الرضا حتى الآن على هذا الاتفاق المبدئي، وهل سينهي بتأكيد هذا الإضراب؟ نعم، وحتى الآن الإضراب مستمر، يعني حتى أوضح الصورة. صحيح. من المفترض أن يتم التصويت على هذا الاتفاق يوم الأربعاء المقبل. لكن أنا استطلعت بعض آراء العمال يعني قالوا إن هناك يعني نسبة كبيرة من العمال توافق على هذا الاتفاق، يعني شروط محسنة جدا عما تم عرضه من قبل، وبالتالي قد ينهي هذا الاتفاق بالفعل الإضراب يوم الأربعاء المقبل، وبالتالي تنتهي أطول فترة أضرب فيها عمال بوينغ. بالمناسبة هذا الإضراب يشمل 3 ولايات، هناك مصانع للشركة في كاليفورنيا وأيضا أوريغون وولاية واشنطن التي أنا فيها الآن، وهي فيها أكبر نسبة من المصانع والعاملين، والإضراب يشمل هذه الولايات 3. هناك مصنع آخر في ولاية نورث كارولينا، هذا المصنع عماله غير منضمين لذات النقابة التي ينضم إليها العمال هنا في هذه الولايات 3، وبالتالي ذلك المصنع هو الوحيد الذي يعمل لشركة بوينغ. إذن يعني الخسائر التي قدرت بأكثر من $1 مليار أو $1.5 مليار ربما تتوقف بعد إنهاء العمال إضرابهم، وبالتالي البدء في تصنيع الطائرات التي توقف إنتاجها لفترة جاوزت الشهر. هذا الاتفاق تم التوسط فيه بواسطة وزيرة العمل الأمريكية بالإنابة جولي سو، التي يعني أجرت جولات مكوكية ما بين نقابة العاملين من جهة وبين المسؤولين في الشركة من جهة، حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق وتم يعني الحصول أو انتزاع موافقة مبدئية من جانب نقابة العاملين على بنوده. يعني التحفظ الوحيد الذي قد يبديه بعض العمال هو المتعلق بالمعاشات التي لم يتم تحسينها بالقدر الذي كان يأمله بعض العمال وخصوصا العمال الجدد. نعم، سنرى ربما هذا الاتفاق المبدئي إن ينهي هذا الإضراب بشكل كامل يوم الأربعاء. معك علي جمال الدين من ولاية واشنطن، كل الشكر علي. شكرا لك. كشف تقرير علمي جديد نشرته جمعية القلب الأمريكية، كشف بأن الحفاظ على صحة القلب مع تقدم في السن يساعد في الحد من الإصابة بالخرف والأمراض ذات الصلة. ذكر التقرير بأن الأدلة تظهر بأن تبني نمط حياة صحي وعلاج أمراض الأوعية في وقت مبكر قد يساعد هذا في الحفاظ على وظائف الدماغ الطبيعية والحد من مرض الزهايمر وغيره من أنواع الخرف المرتبطة به. أفاد جمعية القلب الأمريكية بأن نحو 130 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون من أشكال أو أحد أشكال أمراض القلب.
إلى أخبار التكنولوجيا الآن. يعمل خبراء الذكاء الاصطناعي على تطوير خوارزميات لتحسين الدقة وموثوقية المعلومات التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تجري محادثات معها. تشمل استراتيجية الخبراء هذه في التعامل مع الذكاء الاصطناعي استخدام خوارزميات متقدمة لتحسين قدرة النماذج على التعلم من البيانات وتقديم استجابات دقيقة وتطوير أنظمة لتقييم صحة المعلومات المقدمة مثل استخدام نماذج لتحقق المستقل للمعلومات. وفي خبر آخر، كشفت عملاق شبكة التواصل الاجتماعي ميتا عن شراكة مع استوديو أفلام الرعب الأمريكي بلوم هاوس لاختبار أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة من ميتا موفي جين المخصصة لإنشاء مقاطع فيديو. أضافت وأوضحت ميتا بأنه بالرغم من أن شيئا لا يمكنه أن يحل محل الخبرة العملية في التصوير، إلا أن النماذج الخاصة بأداة موفي جين استطاعت مساعدة المخرجين في التعبير عن الأفكار بسرعة أكبر. يكتسب موقع ألامو التاريخي في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية يكتسب أهمية كبيرة في التاريخ الأمريكي، إذ شهد واحدة من أشهر المعارك في تاريخ البلاد حين احتمى عدد قليل من الأمريكيين فيه ضد نحو 2000 جندي من الجيش المكسيكي. وأصبح هذا الموقع نصبا تذكاريا وطنيا وموقعا للتراث العالمي لليونسكو. أنا في موقع ألامو التاريخي هنا بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس. يعتبر هذا الموقع أحد أهم المواقع في الحرب المكسيكية الأمريكية، وينظر إليه أهل تكساس كرمز للحرية والصمود. اكتسب هذا الموقع شهرته من معركة عام 1836، حيث قاتلت قوة صغيرة من المدافعين عن استقلال تكساس قوة كبيرة من القوات المكسيكية. رفضت المجموعة الاستسلام وقاتلت حتى آخر رمق بشجاعة ملهمة. يزورنا أكثر من مليون سائح كل عام من كافة أنحاء العالم وليس فقط من تكساس. هذا المكان كان رمز لرجال وهبوا حياتهم للقتال من أجل شيء آمنوا به، وهو هنا كان استعادة حريتهم. لا تراجع ولا استسلام، كان هذا شعار الرجال المدافعين عن ألامو، حيث قاوموا لأكثر من 12 يوماً حصار القوات المكسيكية. وفي الأسبوع الأول من شهر مارس كل عام يحتضن هذا المكان عدة فعاليات تكريماً لبسالة وتضحيات المدافعين عن ألامو.
شهرة ألامو تكمن في أن المقاتلين الذين كانوا هنا لم يستسلموا رغم الموت الحتمي الذي واجهوه. لقد اختاروا الموت بدل الاستسلام، ولذلك الناس حول العالم يتذكرون ألامو. ووفق الأرقام الرسمية، فمعلم ألامو التاريخي يعد الوجهة الأكثر زيارة في ولاية تكساس. وفي عام 2015 أدرجته اليونسكو ضمن قائمتها للتراث العالمي. أنا من نبراسكا وأنا هنا مع زوجي، جئنا لمؤتمر هنا وقررنا زيارة الألمو. أتذكر عندما كنت طفلة صغيرة شاهدت وثائقيات وتلقيت دروس تاريخ عن هذا المكان، ولذلك عندما نسافر نحرص على زيارة المواقع التاريخية. نحن من كازاخستان، هذا يومنا الثاني هنا في سان أنطونيو ولم نتوقع هذا العرض. لقد استمتعنا بمشاهدة هذه الأسلحة القديمة. والألمو في الأصل هي بعثة إسبانية ومجمع حصون أسسه المبشرون الكاثوليك في العقد الثاني من القرن الثامن عشر، وسميت بمهمة سان أنطونيو دي فاليرو. ثم في القرن التاسع عشر أصبح مجمع الإرساليات هذا معروفا باسم ألمو. وتقول بعض الروايات إن الاسم ربما يكون مشتقا من أشجار الحور في المنطقة، ويطلق عليها باللغة الإسبانية اسم ألمو. أحمد الرهيد من مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس. توافد عشرات الآلاف من الزوار على كرنفال كوميك كون السنوي الذي تحتضنه مدينة نيويورك الأمريكية، والذي يستمر على مدار 4 أيام. هو كرنفال مخصص لفنون القصص والروايات المصورة، الأنيميشن وألعاب الفيديو وأفلام الخيال العلمي وغيرها. يعد هذا الكرنفال من أكبر المناسبات للثقافة الشعبية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. إذن مشاهدينا، ملفات عدة ناقشناها في أمريكا هذا المساء. كل المواضيع التي تناولناها اليوم يمكنكم بالتأكيد متابعتها ومشاركتها عبر موقعنا ومنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. موعدنا يتجدد غدا في نفس التوقيت. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.